امتى بقى هدلع نفسي وابقى فاشونيستا واجيب من شي ان زي كل الناس؟ مش معقول ابقى انفلونسرايه كده في نفسي ما عنديش ولا قطعه واحده من شي ان. ايه ده يا يسر، بطلي عبط. انت متخيله انت هتدفعي جمارك قد ايه؟ الجمارك. هلبس برضه من شي ان. هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده الفيديو انا متحمسه له جدا جدا جدا، علشان النهارده هقول لكل البنات على احلى واسهل واجمل طريقه ممكن تشتروا بيها من شي ان جوه مصر، ومش هتدفعوا ولا جنيه واحد جمارك. ايوه زي ما سمعتوا كده بالظبط. فهاتوا حاجه سخنه، هاتوا حاجه ساقعه، هاتوا اي حاجه تشربوها تاكلوها، لان فيديو النهارده هوريكم مشتريات كتير كتير جدا من شي ان، واسعارها تحفه وما دفعتش جنيه واحد جمارك. يلا بينا. قبل ما ندخل بقى في الموضوع ونبتدي نفتح في الاكياس المهوله، مش عارفه اوريكم حجم الاكياس، بس اعتقد من الكفر انتوا تخيلتوا كميه الحاجات اللي هنشوفها النهارده في الفيديو. فما تنسوش بقى اللايك الجميل للفيديو ده، لايك، واشتراك تحت في القناة، المربع الأحمر ده دوسوا عليه، وفي جرس كده صغير جنبه دوسوا عليه علشان يوصلكم إشعارات كل ما نزل فيديوهات وما يفوتكوش أي حاجة. وكمان تحت إيه أكتر قطعة هتشوفوها في الفيديو ده حبيتوها. ومن غير كلام أكتر من كده، لأن الفيديو ده مش مستحمل ولا كلمة زيادة، لأن هو فيه هدوم كتير قوي ورخيصة جدا. يلا بينا على الفيديو. طيب يا جماعة، أنا مش عارفة أنا كنت عايشة فين على الكوكب، بس أنا لحد النهاردة ما اشتريتش ولا أي حاجة من شي إن، وأخيراً ابتديت أبقى زي أي بنت طبيعية ولقيت مكان أقدر إن أنا أشتري منه حاجات من شي إن وما أدفعش عليها جمارك، لأن زي ما أنتوا عارفين هنا في مصر بندفع عليها جمارك كتير جداً. كذا يوتيوبر تاني كانت حذروا من الموضوع ده، إنه ممكن مثلاً بتشتروا مثلاً حاجات مثلاً بألف جنيه تلاقوا الجمارك مثلاً جايلكم مثلاً 1500 2000 جنيه، فاللي هو حضرتك بتهزر، جمارك كتير قوي بجد بشكل مش طبيعي. فأنا صراحة ما رضيتش أخد الريسك ده أبدا، وفضلت أدور إزاي أقدر أشتريه جوه مصر من غير ما أدفع جمارك، وخصوصا كمان الجمارك ما بتكونوش عارفين هي كام، يعني أنتوا بتتفاجئوا بقى أنتوا حظكوا. فأنا عارفة حظي ومتأكدة إنها هتبقى رقم مش سعيد أبدا. فالمهم لقيت أكاونت على الانستجرام اسمه زينة ستور. الأكاونت ده يا جماعة من أحلى الاكتشافات اللي أنا اكتشفتها في 2020. بصوا بقى، دول بيجيبوا اي حاجه انتوا عايزينها من شي ان من اي سكشن، وما بياخدوش جمارك وما بياخدوش اي حاجه، بياخدوا نسبه ربح بسيطه جدا. يعني مثلا سي مثلا الحاجه ممكن مثلا تبقى مثلا ب 200 جنيه على شي ان، هم ممكن يجيبوها لكم ب 250، فاهمين قصدي؟ ما تدفعوش ولا جنيه زياده ولا بقى جمارك ولا اي حاجه، بيقلل لكم الاسعار وكل حاجه من الاول. فطبعا انت بتهزر. وكمان الميزه اللي حبيتها فيهم جدا انه بيجيبوا لكم الحاجه مثلا لو عليها خصم على شي ان، يعني في حاجات هتشوفوها في جواكت شتوي مثلا انا جايباها من على شي ان كان نازل عليها خصم ب 100 و120، وهم جابوها لي كانت في حدود 180، فانتوا مدركين معايا الوضع عامل ازاي. فهي دي الميزه فعلا فيهم، ان هو لو في خصم على شي ان هم بيطبقوا لكم الخصم ده، لان في حسابات ثانيه قالوا لي لا احنا بنجيبها لك بثمن القطعه الاصلي، الخصم ده احنا ما بنحسبوش والهري ده كله. فهم فعلا كده. والبنت فعلا صاحبه الستور اللي هو زينة ستور، بجد البنت ذوق بشكل انتم مش متخيلينه، وفرندلي جدا، وكانت بتساعدني وتقول لي ازاي اقدر ان انا اعمل شوبينج سهله على شي ان، وايه الحاجات اللي بتبقى لقطه، ولو في حاجه انا عايزاها بس مش عارفه ادور عليها ازاي بتقول لي ازاي وتجيب لي حاجات شبهها. بصوا البنت فعلا كانت عسل بشكل مش طبيعي، وهي شجعتني ان انا اشتري شنطه الثانيه ايوه اصبروا الثالثه، لا ما تزهقوش لسه، الرابعة، زهقتوا؟ لا لسه كمان، الخامسة. متخيلين كل دي حاجات مشتريات من شي ان، هنفتحهم دلوقتي مع بعض. وعايزة اقول لكم ان الاسعار صدمة صدمة بجد. هسيب لكم تحت في صندوق الوصف واول تعليق اكونت الانستجرام بتاعها، بجد ارخص واضمن طريقه ممكن تشتروا منها من شي ان جوه مصر هو من عند زينة ستور. فهسيب لكم تحت اللينك بتاعها، ولو قلت لها ان انتم من طرف يسرى مختار، دي كلمه السر احفظوها كويس، يسرى مختار، هتديكم خصم زياده كمان 10% على الخصومات اصلا موجوده على شي ان. وهي كمان ساعات بتعمل خصومات مثلا باي 1 جيت 1 فري، باي 1 جيت 1 50%. فاهمين؟ بصوا الدنيا فيها توفير كتير جدا. وخلاص شي ان انا هملى دولابي من عندك، لان انت بقيت كده ارخص موقع تقريبا ممكن اشتري منه جوه مصر، لانه
مفيش جمارك. يلا بينا بقى على الموضوع ونشوف الاكياس دي فيها ايه. بس ما تنسوش تجيبوا حاجه تشربوها. انا الصراحه مش فاكره انا جبت ايه، لان انا جبت حاجات كتير، بس انا فاكره ان انا كنت جايبه اراوند 30 قطعه تقريبا. فيلا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بجد متحمسه جدا ان دي اول مره اشتري شي ان، واول مره اشوف الكواليتي بتاعتهم، فدي اول حاجه طلعت معايا. يلا نشوف ده ايه. بصوا التغليف بتاعهم طبعا اللي هو المشهور، شفتوا اكيد عند يوتيوبرز كتير ان هي حاجات كده وبتيجي تتفتح كده بتاع. فصراحة الاكياس دي انا هستخدمها لان هيبقى عندي كيس كتيره قوي ان انا اشيل فيها الهدوم الصيفي علشان احط الشتوي في الدولاب عشان ما تتبهدلش. يا لهوي بص الكيوتنس. انا هحاول القطع اللي لسه موجوده احط لكم صورتها هنا عشان تشوفوا بقى شكلها على الموديل، واعملوا لايك للفيديو ده لو حابين ان انا اعمل لكم فيديو تاني على طول اوريكم بقى الحاجات دي في اللبس عامله ازاي واعمل لها تراي اون كده وانسقهم وكده. كده كده تابعوني على الانستجرام هتلاقوا فيه صور هتبتدي تنزل من وقت نزول الفيديو ده. ده جاكيت جينز كده، بس اكتر حاجه حبيتها فيه اللي هي التفصيله اللي تحت دي شايفينها حلوه جدا، وده كان سعره رخيص. يعني اغلبيه الجواكت والحاجات اللي انا جايباها سعرها مثلا 150 200 بالكتير، يعني مفيش تقريبا جواكت عدت السعر ده من الحاجات اللي انا هوريها لكم. ففعلا سعره تحفه والكواليتي بتاعته حلوه جدا، ما كنتش متخيله صح كواليتي كده. واحلى حاجه في شي ان المقاسات، الحاجات اللي انا جايباها دي كلها من السكشن اللي هو بلس سايز، عشان كنت قلت لكم في فيديو قبل كده وزني 100-105 تقريبا. ف قدرت ان انا الاقي جاكيت جينز يبقى اوفر سايز عليا. انا صراحه جبت سايز اكبر، يعني المفروض على الشارت ان انا اجيب بالمقاسات والمزور وكده ان انا اجيب 2 اكس، بس انا جبت كل المقاسات تقريبا 4 اكس عشان انا حابه الحاجه تبقى باجي كده عليا. فده اول قطعه. يلا بينا بقى نكون اسرع شويه علشان في حاجات كتير. اكتبوا لي تحت حبيتوه ولا ايه. ندخل على القطعه الثانيه برده. ده كده شكلها. دي افتكرتها. بصوا 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 دي يا جماعه دي موت 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 بجد موت. زي فورمال تايير كده، ودي السكيرت بتاعته دي لحد يعني تحت الركبه على طول، فحسيت ان لونه حلو جدا وانا خصوصا ما عنديش حاجه اللون ده. فدي كده السكيرت بتاعته فورمال كده. ده طبعا هيبان في اللبس. بصوا ده فظيع، وكان سعره رخيص جدا، كان سعره تقريبا 250 جنيه القطعتين مع بعض. فيعني كان سعره فظيع، يعني مش قادره افتكر بالظبط السعر، بس يعني كان في الحدود دي. وبصوا الكمام، بصوا القصه اللي في الكمام بجد، وبصوا من هنا التفاصيل. مش عارفه باين معاكم ولا لا، بس حاجه كده قله ادب والله العظيم، مش طبيعي. الكواليتي حلوه قوي قوي، انا مصدومه. ايه ده؟ ازاي يعني؟ ازاي بجد حاجه بالسعر ده؟ بصوا الزراير، بصوا التفاصيل بتاعته. خلاص يا جماعه انا هبقى فاشونيستا، جايه لكم يا شويه فاشونيستات. خلاص خلاص، عايزه تحيه كبيره جدا للبلس سايز. بصوا هنكتسح البلس سايز يا جماعه على الانستجرام. اكتبوا لي تحت في الكومنت حبيتوا التغيير ده ولا لا، ومتحمسين تشوفوه في اللبس ولا لا، لان انا متاكده ان هو هيكون نار. بس انا متخيله ان انا التغيير ده عشان قماشته يعني طريه شويه، فانا كان ممكن اجيب الصراحه سايز اصغر من كده. يعني انا جايب 4 اكس، كان ممكن اجيب 2 اكس او 3 اكس، بس اعتقد 2 اكس كان هيدخل حلو قوي. ده حاسه واسع شويه، فاعتقد ممكن اضيقه شويه. ادخل على اللي بعده. دي حاجه كده صغنونه. انا فعلا مش فاكره الحاجه خالص لانه انا جبت حاجات كتير، ففعلا مش قادره اتذكر كل الاشياء، لان كانت فعلا اسعارها لقطه. واحلى حاجه فعلا زي ما قلت لكم ان زينا ستور كانوا بيجيبوا لي كل حاجه بالسيل اللي موجوده على الويب سايت. انتم متخيلين؟ دي انا فاكره دي كان سعرها على الويب سايت. بصوا ده كده زي بلوفر كده اللي هو يبقى كروب توب كده من تحت، نازلين موضه قوي، والترتل ناك كده صغيره، بس يعني ما تعتبرش ترتل ناك قوي لان هي صغيره قوي. بس بصوا شكلها كيوت قوي كده، فيها رافلز كده حلو قوي. بس هو مشكلته انه بيشف شويه، فهتضطروا تلبسوا تحتيه حاجه، بس كده كده في الشتاء يعني احنا بنلبس حاجات كتير فوق بعض. وده سعره على الويب سايت انا فاكره كان 60 جنيه تقريبا، فانتوا متخيلين الحلاوه. بصوا كروب توب كده من تحت كده شويه، والايد بتاعته برده فيها نفس التفصيله وجايه واسعه شويه. صراحه انا فاكره ان الكمام بتاعه كانت اكتر حاجه شدتني، لان الكمام دي نازله ترندي قوي، وكان سعره على الويب سايت زي ما بقول لكم 60 جنيه، ولونه حلو قوي يمشي مع حاجات كتير. ف ده برده من الحاجات اللي انا متحمسه ليها جدا، لان ده بيزك يعني قادره اشوف نفسي انا ممكن البسه عادي كل يوم. اوكي في هنا حبه اكسسوارز انا كنت جايباها، انا فاكره كويس ان انا جبت اكسسوارز. ايوه بصوا ده حزام عشان اوريكم شكله. دي برده الميزه فيهم ان هم ممكن يجيبوا لكم اي حاجه، اي حاجه من على شيء ان، مش بس هدوم، فاهمين قصدي؟ بصوا الحزام ده، دي التوكه بتاعته، مش عارفه حسيته كده فاشينيستاوي قوي كده في نفسه، وده العرض بتاعه، فحسيت ان هو يبقى حلو على الوسط كده ان هو يضيق الحاجات الواسعه وكده يبقى شكله حلو. بصوا كيس لسه مليان، استنى
ده كيس الاكسسوارز. بصوا دول، لا بصوا بقى دول يا جماعه النيلز بتوع شي ان، شفت ناس كتير جدا بتتكلم عنهم وبتقول ان هم حلوين قوي. بصوا جايبه شكل تاني كمان، انا جايبه كام شكل والله ما فاكره. اوكي جايبه 3 اشكال وكان سعرهم برده حلو قوي. بصوا ده وبصوا ده، بصوا ده حلو قوي، بصوا شكله كده نار كده، متحمسه قوي ان انا احطهم. بصوا ده بقى، ده الكيوتنس كلها. اكتبوا لي تحت حبيتوا الستايلز بتاعت النيلز دي ولا لا، وكان في حاجات تانية اكتر. ودول اعتقد سعر الواحد كان 40 أو 60، صح مش فاكره لانه يعني الشوبينج كان من فتره عقبال ما الحاجه جات لي فمش فاكره قوي. اوكي ده هجربها لكم في فيديو. ده زي فيك تاتو كده للحواجب، فصراحه اول ما شفته استغربته قوي، قلت ايه ده هو ازاي يعني، وكان رخيص انا ما اتذكر كان كانش غالي ابدا. فده هنجربه مع بعض كده في فيديو ونشوف هيشتغل ولا لا، لانه كان مريب قوي. بصوا بقى اللاشز دي، اللاشز يا جماعه عندهم في شي ان نار. شايفين الباكت دي كانت ب 60 جنيه تقريبا على الموقع، ففعلا كانت لقطه. بصوا 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 شكل الشعر، فوكس كده يا كاميرا، بصوا شعر شكله طبيعي جدا وفظيعه بجد فظيعه. يا ريتني جبت اكتر، ما كنتش متخيله ان الكواليتي بتاعتها تبقى حلوه قوي كده. بصوا بقى مين جاب التشين نيكلاس وهيبقى على الموضه، مين؟ ها دول بقالي فتره بدور عليهم عشان نازلين موضه قوي، وكل ما بشوفهم في حته ما بيعجبنيش الستايل بتاعهم او بحسه مه قوي او شكله عادي، بس دي حبيتها قوي علشان هي ثلاثه كده مع بعض، وهنا كده في زي الكوين دي، وبعد كده في هنا العريضه وفي هنا الرفيعه. وبصوا تقدروا ان انتوا توسعوها وتضيقوها، يعني مش يعني ليها كذا مقاس فتمشي مع كل حد. دي صراحه اكتر حاجه انا حبيتها في شي ان، انه بيراعوا المقاسات، يعني عندهم من اول اكس سمول تقريبا لحد 4 اكس لارج، فاي حد يقدر ان هو يتشوب على شي ان في كل حاجه تقريبا. وزينا ستور هيقدروا يجيبوا لكم كل حاجه من غير جمارك وباسعار. بس عايزه اقول لكم بقى دلع دلع دلع، ما تنسوش كلمه السر، لو قلت لهم يسر مختار هتاخدوا 10% زياده على اي خصومات اصلا موجوده. لا يا جماعه انا اتحمست. ده احنا لسه في اول كيس وبنقول يا هادي اوعى الحاجه اللي بتشربوها تخلص، لسه احنا مطولين، لسه في هدوم كتير جدا، لسه التقيل ما جاش. استنوا بس استنوا، تحت الباكج دي، ده كان ايه ده؟ ده كان كود. ايه ده؟ بصوا جاي معاه زرار زياده، وده الحزام بتاعه. يا الكواليتي يا جماعه، نتكلم شويه عن جوده القماش بجد، ازاي الاسعار كانت كده. انا عايزه اقول لكم ان انا الحاجات اللي انا جايباها اغلبيتها مش غاليه يعني. بصوا طبعا الحاجه هتبان معاكم اكتر لو عملتوا لايك للفيديو ده، علشان توصلوا له 10,000 لايك علشان اعمل لكم فيديو على طول كده وقتي كده للاوتفيتس وانا بجربها واوريكم شكلها في اللبس والتنسيق، عشان طبعا مش هينفع اجربها وهي مكرمشه كده، لازم اكوي الحاجه وبتاع. بصوا بصوا يا جماعه الحلاوه. بصوا دي بقى، استنى دي هوريها لكم. دي في الاول كنت متردده كده وانا بشوفها، علشان حسيت انه لون القماشه ممكن يكون مه شويه، بس بعد كده تخيلتها على مام فيت كده جينز. بصوا بقى القصه بتاعتها عامله ازاي من هنا كده، القصه دي من احلى الحاجات للبنات الحامل او اللي لسه والدين ولسه عندهم بطن او كده. بصوا بتضيع اي بطن، بس انا كان ممكن بجد اني اجيب المقاس الاصغر، مش عارفه ليه انا جبت 4 اكس لارج في كل حاجه، بس انه انا ما رضيتش اخد ريسك لان دي كانت اول مره صح اشتري من شي ان، فقلت ان انا لو جبت مقاس اوسع عادي ممكن لو في حته عايز تتضيق او كده اضيقه، بس لو جبت مقاس صغير مش هعرف اعمل بيه حاجه. فهمتوا قصدي؟ دي شكلها في اللبس هيبقى كيوت جدا وبتحلي الجسم، لان فيها اللي هي الكمام البافي دي، بعد كده جايه محدده الوسط وجايه واسعه كده شويه من عند البطن، فما بينش اي بطن. فاي بنت بلس سايز التيشيرتات دي صديق صدوق ليكي بجد بجد. انا مش فاكره ان انا اشتريت كل الحاجات دي بجد، ما كنتش حاسه خالص بكميه الحاجات اللي انا اشتريتها، لان الاسعار فعلا كانت خزعبليه وما دفعتش كتير على فكره خالص. كل الحاجات اللي هتشوفوها دي، قلبي 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 مش قادره مش قادره، لولا ان شادي وفرح نايمين جوه كان زماني صوتت بجد. الحلاوه دي الحلاوه دي الحلاوه دي الحلاوه دي، لا لا حد يكلمني عن الحلاوه. ثانية كده نوقف كده وندي سقفة حلوة للجاكيت ده، الجاكيت ده هيكون محطم فاشينيستات الانستجرام كلهم خلاص الفترة الجاية. يا جماعة الكواليتي، نتكلم شوية عن الكواليتي. بصوا بصوا القماشة، القماشة قلة أدب، مزيج كده ما بين الساتان والجلد والووتر بروف، قماشة كده صايعة صايعة جدا كمان. بصوا هو لونه قرمزي كده زيتي أزرق كده، لونه حلو جدا وترندي جدا.
ده صوت السوستة الكويسة بجد الكواليتي مش قادرة اتكلم. ده صراحة فاشونيستا جدا، متحمسة اطقمه. بص متحمسة البسه، انا ممكن دلوقتي اقوم البسه بس خلوني كده اخلص الحاجات عشان في حاجات كتيرة قوي وانا عايزة افتح لكم كل حاجة، فعشان الفيديو ده ما يكونش طوله 999 سنة. يلا بينا ندخل على الكيس اللي بعده، بس اعذروني هقوم اجيب حاجه اشربها لان انا فعلا محتاجه اشرب حاجه. ثانيه واحده اجيب حاجه اشربها ونرجع. جيب بقى مشروبي المفضل، انا فعلا كنت محتاجه حاجه كده تنعشني لان الموضوع لسه كبير كبير قوي. قلبي الصغير لا يتحمل. بصوا لقيت ايه الشنطه دي، كنت طالباها لفروحه علشان هي غاويه تلعب في الشنطه بتاعتي وتقعد تفضي محتوياتها وتقعد تشدها وتلبسها في رقبتها، قال يعني هي نفس الشنطه زيي. طبعا شنطتي قدها 9 مرات، فقررت ان انا اخيرا اطلب لها شنطه. بص الكيوتنس كانت متحمسه جدا اشوفها وهي لابساها، تتربط بقى الدراع بتاعها من هنا كده وتلبسها فرحه قوي بجد، وكان سعرها حاجه هبله قوي بجد يعني. يلا نشوف في ايه تاني هنا، ده اللي بعده. يلا نفتح الكيس. بسم الله الرحمن الرحيم، متحمسه بجد مش قادره. قلبي بصوا بقى يا جماعه، ده صاحبتي هي اللي قالت لي ده حلو قوي وهي اللي نقيته معايا. هاي فيرينا، ده ذوق صاحبتي. بصوا قالت لي انه شكله جديد وشكله يونيك كده، ده جاكيت كده اسود. بصوا دي القماشه بتاعته، تقيل يعني قماشته شبه القطيفه شويه كده وتقيل كده. وبصوا بقى الكمام بتاعته جايه كده واخرها جاي ان هو ضيق كده شويه، والجيوب اللي فيه نفس القصه، فطبعا هو يعني عشان مقفول فشكله كده شويه، بس هو يتلبس مفتوح مثلا على بنطلون جينز وتحتيه توب ابيض. فاشونيستة زماني بقى، فاهمين؟ اكتبوا لي تحت حبيته ده ولا لا، بس فعلا فكره الكمام بتاعته صايعه جدا. عايزه اقول لكم ان المقاسات كلها كده فعلا فضفاضه ومريحه وحلوه، فيعني شيء ان فعلا اكتر حاجه حبيتها فيه ان هو في سكشن كامل للبلس سايز وموديلات جديده بقى، فاهمين؟ لان دايما البنات لما بيبقوا مليانين شويه ما بيلاقوش حاجات حلوه او على الموضه او كده، يبقى مقاسها مظبوط، يا اما دايما تبقى ضيقه قوي يا اما شكلها مش حلو. هو في كل حاجه بكل المقاسات بجد. وده كبير يعني، بصوا ده اكبر كيس تقريبا فيهم، اعتقد ده كان كوت. ايوه هو. بصوا بقى النقشه دي نازله موضه قوي الشتا ده، فحبيت ان انا اجيب زي جاكيت كده منه نفس النقشه. استنوا اخد شفطه. بتاع ده حلو جدا. انت في حاجه هنا، انا كنت افتكرت الكيس خلص. استنوا ايوه بصوا كنت طالبه نظاره صحيح نسيت. بصوا بقى بصوا الشياكه، كنت عارفه صح ان هي بتيجي مع كفر، فدي حاجه كويسه جدا. ايه رايكم؟ بصوا انا صراحه من عشاق النضارات الكبيره، النضارات الصغيره دي اللي طالعه موضه يعني ما تاكلش معايا. انا النضاره لو مش واكله نص وشي ما ادفعش فيها فلوس ابدا. في رايكم في النضاره دي، حبيتوها ولا مه؟ انا صح حبيتها لان انا ما عنديش اي حاجه الفريم بتاعها نود كده، فحبيتها جدا. وانا بحب النضارات اللي بتبقى العدسات فيها ملونه، ما تكونش العدسه سودة او كده. اكتبوا لي في الكومنتس حبيتوا نضارتي الجديده ولا لا. الكيس اللي بعده يا ابني، ننقل على اللي بعده. اول حاجه فيه شنطه. بصوا انا مش فاهماكم، انا قلت ان انا عايزه اجرب من كل حاجه، جبت اكسسوارز وجبت ضوافر وجبت رموش وجبت نظارات وجبت شنط وجبت حاجات لفرح وايه بقى ما اقولكوش بقى، وجبت جواكت لسه استنوا بس استنوا بس اعرف بس دي بتتفتح ازاي. كده اهو. بصوا بقى الشنطه بجد شيك جدا، والسلسله بتاعتها ذهبي بتتركب في الفتحتين اللي هنا دول، وده كده بيكون شكلها. بصوا بجد رقيقه جدا وحسيتها كده حلوه كده في الخروجات بتاعت بالليل كده. وكواليتي الجلد مش عارفه باينه معاكم ولا لا، بس بجد كواليتي الجلد حلوه جدا، وكانت رخيصه جدا على فكره يعني، كانت اعتقد
80 او 90 جنيه على الويب سايت حاجه كده. فبجد الكواليتي بتاعتها حلوه جدا، وعجبتني فكره ان الدراع بتاعها ذهبي كده سلسله، فبيبقى شكله اشيك. اوكي ده نفس اللي هو الجاكيت، الجاكيت ايه ده نفس اللي هو شبه البلوفر التاني اللي انا كنت جايباه، بس ده موديل مختلف. بصوا ده الرقبه من فوق عاديه كده ولونه اصفر شويه، وجاي الكمام بتاعته فيها نفس الفكره بس مش واسع زي الاولاني، وبرده كروب توب كده شويه قصير، بس يعني عليا هيكون على البنطلون، فاهمين قصدي؟ مش هيبقى انه قصير قوي، لان انا جايبه سايز اوسع علشان ما بحبش حاجه ضيقه قوي. ده اعتقد كان حاجه الفرح انا ما أط... ايوه بصوا بقى ده، بصوا ده يا جماعه، ده الكيوتنس كلها. وانا مبسوطه جدا ان الحاجه وصلت لي قبل راس السنه، لان هي قالت لي ان هي هتحاول انها تجيب لي الحاجه قبل راس السنه، وفعلا وافقت بوعدها. شايفين طبعا الشجره، ده يوم راس السنه فرح لازم تلبسه. بصوا الكيوتنس بجد، ده زي روب كده للاطفال. شايفين بجد كيوت بشكل مش طبيعي، ومعاه الحزام بتاعه وبيدفي يا جماعه، بيدفي. عايزه اقول لكم هدوم الاطفال عندهم انا اتحمست، يعني اسعارها ما كانتش عاليه ابدا، والكواليتي بتاعتها فظيعه فظيعه، انا عايزه البسه انا الصراحه. ده برده كان لفروحه. ده بقى الفستان اللي هي هتقضي بيه راس السنه. بصوا بقى ده اللي هنخرج بيه. بصوا الكيوتنس ده صراحة، هي البنت هي اللي ساعدتني ان انا انقيل، ان انا كنت محتاسة في هدوم الاطفال بقى وكده، واللي هو عايز الحق السيل وكل حاجة، فهي ساعدتني وقعدت تطلع لي حاجات كتير للاطفال شكلها حلو ومناسبة لراس السنة، وان انا اختار منها. فبجد شكرا شكرا، هي ساعدتني ان انا الاقي الدرس الكيوت ده. بصوا فيلفت كده قطيفة ومشته حلوة جدا، والكواليتي بتاعته حلوة جدا قوي بقى، وشكله كيوت. واعتقد مقاسه هيبقى مظبوط على فروحة، فبجد اتحمست قوي اشوف فروحة لابساه يوم راس السنة. بس يا رب الاكشن اللي حصل في بقها ده ومناخيرها يخف، علشان اعرف اصورها صور تفتكرها بعدين لما تكبر. بصوا برضو الحلق ده كيوت قوي، بصوا الوانه حلوه بشكل مش طبيعي. الاكسسوارز بتاعتهم الصراحه مميزه جدا، وحبيت الكواليتي بتاعتها، واسعارهم على فكره كانت رخيصه جدا وحلوه قوي بجد بجد. زينا ستور ده احلى حاجه حصلت في 2020 ليا، مش متخيلين يعني ايه كل الحاجات دي انا جايباها ومش دافعه جمارك، وفعلا دافعه يعني حاجه بسيطه جدا فوقيهم، واصلا في عندهم خصومات كده، فتقريبا جايباها بسعرها من على الموقع، يعني فرق حاجات بسيطه جدا. فمش قادره اقول لكم كميه السعاده اللي جوايا دلوقتي. عارفين انتوا كده لما بتجيبوا هدوم كده وتحسوا ان انتوا بجد عملتوا استثمار كويس جدا في حياتكم، هو ده اللي انا حاساه دلوقتي. فيلا بينا على الشنطه اللي بعدها، اوعى تكونوا زهقتوا ماشي. ما هو مش معقول برضو يا جماعه افضل كده عمري ما اشتري من شي ان، ودايما تقعدوا تقولوا لي عايزين شي ان هول، عايزين نشوف هتجيبي ايه من شي ان، واجي كده اجيب لكم قطعتين ثلاثه. لا انا يوم ما اجي اجيب بال20 وال30 قطعه كده في فيديو كده، يبقى فيديو كده محترم كده ومالي مركزه. يلا ننقل على اللي بعده. اوكي بصوا ده بقى، ده بقى ده الكيوتنس كلها. بصوا الجاكيت ده، ده زي كوت كده يا جماعه، اللي هو الكوت اللي هو بيبقى خفيف شويه بس شكله كوت قوي في نفسه وفورمال كده. بصراحه انا جبت اللون الزيتي لان انا من عشاق اللون الزيتي، وبحسه بيليق جدا على بشرتي. اكتبوا لي تحت حاسين ان اللون لايق عليا ولا لا. والقصه بتاعته انا بحب جدا القصه بتاعت الكوت اللي بتيجي كده. اوعى تكونوا زهقتوا، الكيس ده تقيل قوي، فده يعني بنسبه 99.9% كوت. ايوه ده كوت السهرات السعيده. ممكن البس ده في راس السنه تفتكروا؟ بصوا بصوا الفابريك عامل ازاي، بجد ده مش طبيعي. ده برده من الحاجات اللي فيرينا صاحبتي شجعتني عليه وقالت لي بصي يا يسرى هاتي ده، ده هيبقى نار. وفعلا الكواليتي نار، القماشه كده نفس فكره القماشه اللي هي الجاكيت الزيتي اللي هي جلد على ساتان شويه، دي قماشه كده غريبه مش عارفه صراحه دي بيبقى اسمها ايه في عالم القماش، بس انه بصوا الكمام بتاعته جايه واقعه شويه وفيها باف كده. الحاجات دي كلها هتبان في اللبس، فاتمنى ان انتوا توصلوا الفيديو ده ل 10000 لايك في اقرب وقت، علشان انا متحمسه اجرب لكم كل الحاجات دي، لان صراحه هتاخد مني مجهود كبير جدا ان انا اقلع والبس كل الحاجات دي. فعايزه اتاكد ان انتوا فعلا متحمسين تشوفوا الحاجات دي في اللبس عامله ازاي، عشان المجهود ده ما يروحش على الفاضي. الجاكيت ده يا جماعه حبيب قلبي، ما ينفعش موضه التاي داي تيجي كده كده وما تعديش عليا. جبت لكم جاكيت جينز تاي داي، يعني بصوا اللي هو ما كانش ممكن اجيب ستيتمنت بيس تاي داي اكتر من كده. بصوا الحلاوة، ده جاكيت جينز اوفر سايز كده وكروبت شوية، وفي كل الوان التاي داي اللي ممكن تتخيلوها في الدنيا، فبجد حبيته جدا، وكمامه واقعة كده، فمتخيلاه برضو فاشونيست قوي كده في نفسه. ده ممكن يتلبس على بنطلون ابيض وتحتيه بقى توب بينك مثلا او نيون،
مش عارفة بالظبط لسه هلبسه ازاي، بس متأكدة ان هيتعمل بيه شغل جامد 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 قوي. هو تقريبا كده والله اعلم ان انا خلصت، لان انا حاسه ان هنا في جبل هدوم ومش شايفه اي كيس لسه ما اتفتحتش حواليا. فده كان كل حاجه للفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. هسيب لكم تحت اللينك بتاع زينا ستور، بصوا انا متاكده ان انتوا دولابكم هيبقى دلوقتي حالا كله من شي ان، لانه فعلا ده افضل واضمن مكان تجيبوا منه حاجات من شي ان لمصر. مش هتدفعوا جمارك وهتاخدوها باقل الاسعار، وكمان على طول عامله خصومات، ولو قلتوا كلمه السر يسر مختار هتاخدوا خصم اضافي على اي خصم موجود 10%. فمن غير كلام اكتر من كده هسيب لكم اللينك تحت بتاع زينا ستور، دلعوا نفسكم. وبجد حاجات شي ان طلعت نار، تجربه انا سعيده منها وهجربها اكيد تاني قريب معاكم. وبس كده كان كل حاجه الفيديو بتاع النهارده، اشوفكم الفيديو الجاي. اكتبوا لي تحت في الكومنت ايه اللي انتوا حابين تشوفوه المره الجايه. لايك للفيديو ده ما تنسوش، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لحد الفيديو الجاي. شكرا جدا جدا ليكم، نكم هنا. There's not much to do when all I can is think